النهاردة في كف مريم هنتكلم عن التفكير الفعال. يعني ايه التفكير الفعال؟ يعني ازاي افكر بطريقة صح وازاي افكر في البورصة اللي على الحيطة، هو ليه شكله نايم ولا قايم ولا نايم ولا بيعمل ايه. يعني في فرق كبير قوي ما بين ان انا ماشي بشكل بوزيتيف في تفكيري وان انا عمال افكر في حاجات ملهاش معنى او بطريقة غلط، وده اهم حاجة لازم نحاول نتخلص منها، لانه لو ما حصلش احنا بنهدر وقت غير طبيعي. سنة 2012 صدر كتاب مهم جدا اسمه The Five Elements of Effective Thinking، يعني اهم خمس عوامل للتفكير الفعال، والكاتبين اللي كتبوا الكتاب دول اسمه مايكل ستارتبيرد وإدوارد بيرجر. والكتاب ده النهاردة عمل خمس استراتيجيات عشان نقدر نتعلم التفكير والإبداع بشكل سليم. أول حاجة قالها، افهم الأمور الأساسية بشكل جيد قبل أن تحاول فهم أمور أكثر تعقيدا. فبيقول يا جماعة احنا ساعات بنحاول نفهم حاجة كبيرة جدا ونفهم ازاي اتعملت، ونقول مثلا هانز زيمر ازاي عمل الموسيقى الرهيبة دي، انا عايز افهم السايكولوجي والسوسيولوجي والعلم العزف والدوري مي فاصولا سي كله وافهم عمله ازاي. بيقولك بالراحة جدا جدا قسم الحاجة وافهم كل حاجة لوحدها، افهم البيانو بتلعب ازاي، افهم الهارموني بتعمل ازاي، ايه الفرق ما بين سكورينج الافلام وسكورينج ان انا هعزف لاصحابي في الجامعة. حط كل الحاجات قطعها حتت وافهمها كل واحدة لوحدها عشان تقدر توصل للفكرة العامة للموضوع. انك تفهم حاجة مرة واحدة نظرية الكون كله بيمشي ازاي بدون ما تبقى فاهم اصلا الصاروخ بيطلع ازاي، دي مشكلة كبيرة جدا. التخصص مهم جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين، مفيش حد بيتقدم ابدا غير لما يتعلم من اخطائه. بيقولوا دايما ان الدول المتقدمه بتفرق عننا كتير، ان هي بتسجل الخطا والفشل وما بتقعش منه، ما بتقولش انا انهارده واتبهدلت وخلاص ودخلت مشروع وخرجت ومش هعمل كده تاني، لا انا اتعلمت. اهم حاجه انا وقعت ليه اصلا، وابتدي اقيس الموضوع في كواليتي كنترول، في حد بيجي يعرف انه الازمه حصلت في الحته دي ما نعملهاش تاني. اذا ما عنديش ريبورت عما حدث في حياتي في الفتره اللي فاتت واقدر اغيره الفتره الجايه، يبقى انا ما بفكرش تفكير عملي، انا عمال عايش جوه دايلاما معين، جردل معين مليان ميه ملحوسه كده، انا عمال الف حواليه مش قادر اخرج منه، لان انا ما قيمتش انا غلطت ليه وقعت ليه وكرهت الفشل وتعقدت منه. دي ازمه تانية. رقم ثلاثة، لازم نسال بكتير قوي، ولازم يبقى عندنا استمرار كامل في طرح الاسئله والاسئله مناسبه. والفكره مش ان انا اسال طول الوقت اسئله غبيه او ان انا افضل اقول ليه وليه وليه ومن غير ما اعرف انا بسال ليه. اللعبه ان انا اعرف اسال السؤال الصح. اسال نفسك كده، اذا قابلت محمد صلاح بكره قعدت معاه وليك فرصه انك تساله سؤال واحد بس على الطياره عشان هو اكيد عايز ينام يعني، فهتقول له ايه؟ هتقول له مثلا قول لي بدايه حياتك كده حبيت الكوره ليه، ولا هتقول له اديني سر نجاحك، ايه الحاجه اللي انت النهارده في سنك ده وتجربتك دي لازم لو شلتها من حياتك محمد صلاح مش هيبقى محمد صلاح، قول لي نصيحه اعرف اشتغل بيها. في فرق ما بين السؤالين، السؤال الاولاني ممكن الاقيه على الويكيبيديا بدات ازاي كوره، لكن السؤال التاني خلاصه اللعبه ممكن ما تكونش قالها في اي انترفيو. اسال السؤال الصح واسال كتير عشان تفهم، وما تستكبرش ابدا وتقول مش اسال عشان ما يبقاش شكلي غبي، اللي بيسال هو الوحيد اللي بيكمل. رقم أربعة، لازم نشوف سيل الافكار جاي منين. يعني لازم ما ينفعش تاخد فكره وما تعرفش اصولها جايه منين، مين الفيلسوف اللي قالها اصلا في الاول، وتشوف اتحركت ازاي ولعبت ازاي. ده لما بنشوفه زي ما تدخل ويكيبيديا تجيب كده مثلا من هو نجيب ريحاني، فبعد ما تخلص تقول لك تحب تعرف حاجه عن سعد زغلول، بما انهم عايشوا في نفس الوقت تقريبا، فتروح تجري على سعد زغلول، بعدين يقول لك طب تحب تعرف حاجه عن ثوره 19، فتقوم مكمل انا اصلا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف محمد نجيب، كمل على محمد نجيب وشوف مين اللي قبل محمد نجيب ومين اللي مثل قبل محمد نجيب عشان تعرف تجيب سلسال الفكره نفسه. اذا ما تقعدش تحيد بفكرك بكتير قوي على معلومات شهيه انك تفضل تجري عليها بدون ما تبقى داري تماما انت بتعمل ايه. رقم خمسة، لازم تعرف ان التغيير يجب ان يكون مستمر. يعني مفيش حاجه اسمها انا وصلت لقناعه معينه وخلاص انا كده باشا فاهم اللعبه دي والمجتمع بيمشي كده والشركه بتمشي كده وديني كده وانا عمري ما افكر حاجه تاني، انا وصلت للالتيميت. لو مفيش تغيير مستمر في حياتنا احنا عندنا ازمه كبيره جدا. فاذا من يعيش اكتر هو المتشكك اللي بيسال كتير، اللي بيتغير كل سنه وكل ست شهور، بيجد نفسه بيدخل كتاب يخرج من كتاب بيروح لمنطقه جديده في حياته، هو ده الشخص اللي يفضل عايش. او ما يتوقف يقول انا تمام، اي مفكر يقرا نفسه بس يقول انا فله كده، انا مين هقرا لمين يعني اكبر مني، اعرف ان الدنيا هتبقى فيها خلل كبير جدا. يمكن دي يكون اخر حلقه بينا وبين بعض في رمضان في كف مريم، وانا حقيقي سعدت جدا جدا بتقديم 30 حلقه، ارجو تسمعوهم موجودين على اليوتيوب على الشانل بتاعتنا في نجوم اف ام. وقد ايه انا كنت سعيد ان انا اقول تويته صغيره زي القرص الصغير زي ما بنشوف كده على الاكس او على الفيسبوك، كلمه صغيره بس اعتقد انها ممكن تحرك ناس كتير قوي ناحيه قرايه ومعلومات كتير قوي. عيب ان احنا ما يبقاش عندنا خمس حاجات قد صوابعنا عارفينها عن كل حاجه بتحصل في حياتنا. اتمنى اشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجايه من التوليفه، وكل سنه وانتم طيبين. احمد مراد.